يعني أرى هذه الأقمام وهذه الأطنان من القمامة التي باتت منتشرة في كافة مناطق النزوح في منطقة المغازي، في النصيرات، في دير البلح وفي كافة مناطق قطاع غزة، هي باتت مصدرا مهما وأساسيا في انتشار الأوبئة وتفشي الأمراض في صفوف المواطنين، لا سيما النازحين منهم الذين باتوا يعيشون فوق هذه الأكوام أو بجوارها أو فوق مياه الصرف الصحي في ظل منع الاحتلال الإسرائيلي الحركة الطبيعية للسيارات الخاصة بنقل هذه القمامة من داخل المدن وداخل المخيمات إلى أماكنها المخصصة لها التي كانت قبل 7 أكتوبر يتم تكويمها وتجميعها هناك، مثل منطقة جحر الديك وهي المنطقة الشرقية لوسط قطاع غزة. هذه المناطق كانت هي المكان المخصص لهذه الأطنان من القمامة الاحتلال الإسرائيلي. كل من يحاول الوصول إلى تلك المنطقة يقوم باستهدافه إما بالقصف المدفعي أو عن طريق طائرات الكويت كابتر أو حتى طائرات الاستطلاع. فبالتالي المكان الوحيد الذي بات بمقدور المواطنين الوصول إليه هو وسط المدينة بين الخيام وعلى مقربة من المخيمات التي باتت مليئة بالنازحين في وسط القطاع. لذلك نلاحظ بأن الأمراض الجلدية منتشرة بشكل كبير جدا في صفوف النازحين دون أن يكون لهم علاج أو من يتبع علاجاتهم المختلفة. إضافة إلى ذلك نلاحظ بأن الأمراض التي تصيب جهاز التنفسي باتت أيضا منتشرة، لا سيما في صفوف الأطفال بالتحديد، ولا يوجد هناك أي من الأدوية التي يمكن أن تساعد في شفاء هذه الحالات وفي علاج هذه الأمراض منتشرة في صفوف النازحين. من ناحية أخرى أيضا نتحدث عن رائحة كريهة تنبعث من هذه الأكوام وهذه الأطنان من القمامة ومياه الصرف الصحي التي أيضا الاحتلال الإسرائيلي يمنع إيصالها من خلال الشبكات التي كانت مخصصة لها بعد أن قام بتدميرها، يمنع إيصالها إلى أماكنها المخصصة التي كانت بعيدة إلى حد ما عن المواطنين وعن أماكن سكنهم. إضافة إلى ذلك كان هناك نداءات عدة من البلديات بضرورة أن تقوم المؤسسات الدولية والمؤسسات الإنسانية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لإجبار الاحتلال الإسرائيلي أن يسمح أو يسمح لمثل سيارات البلديات بالتنقل بحرية على الأقل لإزالة مثل هذه المخاطر عن المواطنين. إلا أن الاحتلال الإسرائيلي لمثل هذه ولا لم يكن له أي من الأذان الصاغية التي يمكن أن تستمع لمثل هذه المطالبات. كيف يسمع وهو الذي يصر ويمعن ويخطط حتى حصول وإحداث مثل هذه الأضرار التي هي بالنسبة للأضرار التي يسببها الاحتلال بقصفه هي أقل شيء، فهو الذي يقتل وهو الذي يجرح وهو الذي يأسر، فلا يضيره إن كان هو الذي سيتسبب بالأمراض والأوبئة والجراثيم. طيب، التي تنتشر في الصفوف. أيضا محمد، ماذا عن النظافة الشخصية، أمور الاستحمام وما إلى ذلك في ظل تلوث المياه بالصرف الصحي وانقطاع المياه الشرب أصلا هي غير متوفرة، يعني كيف يتدبر النازحون هذه الأمور أو التفصيلات اليومية؟ للأسف يارا يعني أخجل جدا وأنا أتحدث في هذا الموضوع. لماذا؟ من المتعارف عليه بأن المجتمع الفلسطيني هو من عشاق المياه ومن عشاق استخدام المياه على مدار اللحظة، ولا يضير أحدهم إن قال لك بأنه يستحم كان سابقا في اليوم من 5 إلى 6 مرات نظرا للرطوبة العالية، ولكن في ظل انقطاع التيار الكهربائي فبالتالي انقطاع المياه ومحاربة الاحتلال الإسرائيلي كل السبل والطرق التي يمكن من خلالها توفير المياه للمواطنين، أصبح من الصعب أن يحصل المواطن أو النازح على جولة استحمام واحدة خلال 4 أو 5 أيام، وهذا أمر صعب جدا جدا جدا، وهذا يكون محظوظ جدا إن حصل وحظي على جولة استحمام واحدة خلال 4 أو 5 أيام. منهم من يستغرق الأمر في حصوله على هذه الجولة إلى 10 أيام وربما 15 يوما، وذلك لأنه لا يوجد مياه في قطاع غزة، وإن كانت هناك مياه فهي مياه غير صالحة
الاستخدام، وإن توفرت أيضا هذه المياه فهي ستكون قليلة جدا جدا جدا، بالكاد تكفيهم لغسل مثلا ملابسهم أو على الأقل استخدامات الأخرى الخاصة بأمور النظافة. هذا من جانب. من جانب آخر، السؤال الأبرز، كيف يمكن لهذا المواطن الذي بالكاد يحصل في اليوم الواحد على لعائلته الممتدة والتي تصل من 20 إلى 25 شخصا بالمتوسط، لأننا نتحدث عن عائلات الجد والأبناء والأحفاد يحصلون على 20 لتر من هذه المياه، وهنا ملاحظة هي مياه مالحة وليس مياه محلى ولا حتى مياه صالحة للشرب، كيف لهذه الكمية البسيطة أن تكفي للاستحمام، للنظافة الشخصية، وأيضا للغسيل ولكل الأمور التي يحتاجها المواطن في يومه العادي؟ فلذلك المعاناة مركبة، وهذا جزء جديد ومعضلة جديدة من شأنها أن تزيد من معاناة هؤلاء المواطنين وتزيد من الأمراض التي تتفشى فيما بينهم يوما بعد الآخر. شكرا جزيلا لك محمد أبو ناموس، كنت معنا من دير البلح.